قبيل ساعة من الانتخابات يحشد أبناء الفلوجة بشكل واسع لاختيار شخصيات من تحالف عزم قادرة على استعادة حقوقهم بعد سنوات من انتظار ما يطمح إليه المواطن. ساعات قليلة قبيل بدء التصويت الخاص لانتخابات تشرين، شوارع الفلوجة تحشد بشكل لافت لانتخاب مرشحين أكفاء قادرين على تمثيل مدنهم المنكوبة، والبوصلة تشير إلى عزم. نتكلم عن جمهور مواطني الفلوجة لانتخابهم مرشحي عزم، لأنهم خيارنا الوحيد وهم الأنسب والأفضل، ولن تفصل لنا سوى ساعات لذهاب الحشود إلى الانتخاب، وسوف نبصم لهم بالدم. دعوة إلى كل من يريد التغيير في هذا البلد أن يبادر، وأن تخرج النساء قبل الرجال، وأن يخرج الرجال لكي يغيروا ويختاروا من يقدم الخير لهذه البلاد. وهذه لا يمكن أن تخفى، لأن العراق جربنا خلال هذه السنوات الكثيرة، فنعرف من هو الشخص الذي عرف بأمانته وعدالته وعمله وحبه لهذا البلد ووطنيته، فيجب أن يكون اختيارنا دقيق. في الوقت الذي أعلن فيه أبناء الأنبار جاهزيتهم من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع، يثمن مرشحو تحالف عزم ثقة ناخبيهم، ويؤكدون أنهم سيكونون الدرع الحصينة لهم تحت قبة البرلمان. أعاهدكم عهد الوفاء والإخلاص أمام الله أن أكون مؤتمنة وحاملة أمينة لأصواتكم، وإن شاء الله أكون مقاتل ومحارب لأجلكم في البرلمان العراقي في حالة الفوز واستحصال حقوقكم. يعد تحالف عزم رقما صعبا في الانتخابات المنتظرة، إذ إنه يضم رجالا أكفاء لهم الدور الكبير في استعادة حقوق مدنهم والوقوف في وجه من يحاول أن يسلب إرادة الناخبين. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة.